السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيداتي سادتي آنساتي، في صباح جميل معنا اليوم في مركز الأعمال هنا، ما شاء الله مبنى جميل، قدرنا اليوم نصور لكم تصوير في يعني أعتبر اليوم لأول مرة أعلى مستوى في السعودية ارتفاعا أصور فيه سيارات. باختصار على ارتفاع 10 أدوار لفوق بنصور فيه سيارتين جميلتين. معنا اليوم سيارة الفيس ليفت التجديد بعد عملية البوتوكس والتجميل والتدليع في منتصف شبابها وريعين شبابها عشان تكمل في جمالها، الملكة في عالم السيارات مرسيدس اس 450. تحديثات حلوة، منتصف العمر في واجهة السيارة، في اللمبات، مقدمة، مؤخرة، إضاءة داخلية، الأزارير دراكسون والشاشات الداخلية حتى في الجنوط. الآن في لون جديد كمان نازل عليها رائع جدا، اللي هو البريتش رايسنج جرين، الأخضر الناري الزيتي، هذا جدا جميل، تحسوا كل ذرة في اللون بتنور معكم إن شاء الله وتلمع. خليكم معنا اليوم نديكم التفاصيل عن الملكة، وش التحديثات الشبابية اللي تمت عليها وتقوية الأحصنة بحوالي 30 حصان كمان، فخليكم معنا. فالله يسلمكم، أنا أسميها الملكة، وباقي الملكة في عالم السيارات، وباقي الموديلات الثانية والماركات الثانية فهم كلها فهم أميرات في حضرة الملكة. الاس كلاس طبعا الان في منتصف عمرها، ففي دائما زي ما شرحنا لكم قبل كده كم مره، في لكل منتج له مدى سايكل، مدى حياه، عمر معين، وفي منتصف العمر ده بيعملوا له عمليات شد بوتوكس على فيلر شويه، على شويه رتوش تجميله كده عشان تحافظ على جمالها، راح اطلع سبا كده شويه منتجع ورجعوها لشبابها تاني. الان ايش الاشياء اللي منتصف الحياه اللي ركزوا عليها وحنشرح لكم اياها. خلينا نبتدي بالمركز الاول، 33 حصان دفعه واحده اضافيه، 6 سلندر 3 لتر، اس 450، 363 367 حصان. العزم ما شاء الله تبارك الله كمان متوفر معانا من 1400 دورة لغاية البرود بان لغاية الخمسة لغاية حوالي 4000 وكسور. هشرح لكم الآن التفاصيل إيش التغييرات الجديدة التجميلية، والباقي تقريبا زي ما شرحت لكم في تجربة الاس 500 قبل كده هي ما اختلفت إلا الرتوش البسيطة دي، هوريكم يلا. التعديلات الأساسية المهمة جدا، في شيء جمالي وفي شيء تقني. خلينا نبتدي بالتقني. الستة سلندر زودوها التوربو ال اس 450 367 حصان، 367 حصان الله يسلمكم، من 5500 دورة لغاية حوالي 6100 دورة، والتسارع من 0% في 5.9 زاد حوالي 33 حصان، صارت 367 حصان، 500 نيوتن متر من 1600 لغاية 4000 دورة برود باند، العزم متوفر معك بالكامل 500 نيوتن متر، رقم جبار. والجيربوكس الله يسلمكم بدل 7 سرعات صار 9 سرعات، صار مريح السياره في صرفيه بنزين، وفي دوران المحرك صار منخفض مستريح المحرك بالكامل. الشكل الجمالي خلينا نتكلم في المقدمه، عندنا الثلاث العدسات هذه المالتاي بيم ال اي ديز، وعندنا اللمبات ال اي دي وثلاث عدسات هنا وغير الشمعة الاساسيه. الشبك صار ثلاثة شفرات، وعندنا فتحات في الاي ام جي كيت، فتحات السفليه هنا سايه جايه اوسع واكبر. من الجوانب التنانير الجانبيه او السايد سكيرتس صارت كمان بلون السياره جميله، واللمبات الخلفيه كمان الله يسلمكم مع الصدام الخلفي اتغيرت وصارت اجمل، وفيها لمبات ال اي دي بشكل اجمل عن السابق. داخليه السياره كمان صار في سهوله التحكم من الدركسون، وطبعا زي ما وريتكم قبل كده في الجي ال اس وفي جي وفي الاس كلاس انك تغير، وفي الاي كلاس انك تغير العدادات الداخليه ثلاثه اشكال وتختار وتدلع وتختار الالوان، وما شاء الله ريحه المعطر حق السياره شغال طول ما انا ماشي مستمتع بالجلد والفخامه والمعطر اللي داخل السياره من اجمل ما يمكن. طال أسلمكم مع كل التجديدات التجميليه دي كمان ما ننسى الجنوط صار شكلها جميل مع الموديل 2018 الفيس ليفت. السعر من حوالي 497000 498000 اعتمادا على المواصفات، لانه هذه ما هي الفول اوبشن، بس هذه ديزاينه اللي هي الالوان الداخليه والخارجيه، اللون ما شاء الله اخضر زيتي يسموه بريتش ريسنج جرين، من الالوان المشهوره قديم، فلون ما شاء الله اخضر زيتي بيلمع كده زي النار في الشمس، الواحد يشوفه من قريب جدا جميل. فالسعر هذه السياره على 530000 ريال، السعر شويه ممكن يعني الواحد صار ما يعرف هي سيارات بتغلى الحلوه ولا عملتنا احلى اللي بتنزل، ما نعرف، كل ما اشوف سياره حلوه لازم تكون ايه في النص مليون فما فوق، لكن سياره فعلا استمتاع. خليكم معنا. المستوى الازعاج في السياره 58.9 ديسبل، 58.9 ديسبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة بسم الله. تسارع مرسيدس 3450 جبارة، فرامل جبارة فعلا ما شاء الله تبارك الله. طبعا من ضمن عدادات التسارع في الوضعية الرياضية غير اختيار العدادات هنا زي ما وريناكم، هنا بيورينا جي فورس مركز الثقل، الحركة القدام اللي ورا بتحرك، زاوية الدركسون شوفوا حتى بتتحرك زاوية تحرك الدركسون. أوريكم حاجة تانية كمان أحلى، انجن ديتا، هذا العزم بالنيوتن متر او بالكيلو واط، لاحظوا ما في احصنه، وحشرح لكم ان شاء الله فيديو ثاني بعدين ليش حراره المويه والكهرباء الطريق. الان سعر الماني ما فيها خلاف، العزم ما بيمزحوا بالعزم، التسارع الاداء ما شاء الله من اجمل ما يمكن. طبعا ما حتكلم عن اسم مرسيدس وسيفتي لانه والله عيب، السياره حتى انا كنت ماشي يوم واحد جاء سقط كذا، السياره الواحده شدت الحزام وفرملت ودخلت وعملت كل شوي، يعني في مسافه بيني وبين السياره الثانيه، يمديني اناور وكنت بتحرك عنه بعيد، السياره عملت كل الاجراءات الامنيه في جزء من الالف من الثانيه بحيث انه لا سمح الله لو اي شيء فلت السياره متدخله بالكامل، ان كنترول بالكامل. السياره جميله، لا يعلى عليها، السياره جايه اكيد ما هي السعر ما هو لاي احد. معلش الصوت عشان المصور بيساعدني في التصوير في مربط الحزام، فعشان كده تشوفوا ايش ليش بتسوي لنا السياره ازعاج. انا نوقف شويه. اسم مرسيدس لا يعلى عليه، السعر طبعا كان معتاد، ما بدي اقول ضد السياره لكن مرسيدس اللي بده يشتريها طبقه محدده الله ينعم عليهم وينعم علينا، ليها ناسها، ليها يعني معروف ان سياره الملوك والعباقره والاباطره وما شاء الله من التجار الكبار، الله يرزقنا ويرزقكم الجميع. سياره بكل ما في الكلمه لا يعلى عليها، استمتعت فيها استمتاع كامل. طبعا ما هي الفول اوبشن هذه السياره، لكن هذه نوع ديزاينو او ديزاينو بحيث انه فيها الالوان الداخليه والخارجيه، اللون الخارجي جدا جميل. السيارة ما شاء الله في مسافة قصيرة جابت 200 كيلو وفرملته لسه في مسافة في الفرامل انها تمسك. طبعا كل تجاربنا بنعملها في مخطط مكفول بعيدا عن الناس لسلامتنا وسلامتهم، والحمد لله ما في اي احد بيكون داخل في الخط ده غيرنا احنا بنجرب السيارات. يعني اتمنى قدرنا نغطي لكم السيارة، المعلومات كاملة ادينا لكم هي قبل كده، ويعني زي ما تقولوا هذا بس مجرد تذكير على عملية ايش التطوير اللي هم في السيارة في الشكل الجديد الفيس ليفت. جميلة جميلة جميلة. طبعا في اخر تجربة يعز علي الواحد يعني يسيب الجمال ده كله، فبقول للوكيل جزاهم الله الخير، شكرا مشكورين شركة جفالي وكيل مرسيدس بنز، وطبعا مشكورين مقر الاعمال، مقر الاعمال هنا على استضافتنا اليوم، ومكان جدا جميل طبعا ما شاء الله على الارتفاع 10 ادوار بنصور السيارة، والمكان جدا جميل. الشاهد بقول للوكيل بلغ على السيارة انه السيارة اتسرقت احسن، لانه ما احتمال كبير ما رجعها، فاستمتعنا فيها جدا. ان شاء الله اتمنى تكون التجربة ناسبتكم، لتجارب تانية كثير، وان شاء الله كده هنوافيكم بكل جديد وغريب ومفيد في عالم السيارات. شكرا شكرا لكم.